هل تنزع الحلية ولو كان في ذلك مشقة؟ وهل الإحداد يشمل الطاعنة في السن؟ نعم، الإحداد يعم الشابات والطاعنة في السن، كلهن علينا الإحداد، يعم المدخول بها والتي يدخل بها. لو عقد على امرأة ومات قبل الدخول بها لزمها العدة والإحداد أيضا، بخلاف الطلاق المطلقة إذا كان ما دخل بها ما عليها عدة، لكن المتوفى عنها لا مات عنها وقد عقد عليها ولم يدخل عليها العدة وعليها الإحداد وعليها الميراث. فالطاعنة في السن والشابة كلاهما سواء بوجوب العدة والإحداد. كذلك الحلي إذا كان عليها حلي تنزع الحلي ولو بقص، يعني أسفرة وضاقت على يدها تقص تخرج لا تبقى في يدها.